على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. صدق الله العلي العظيم. آية عظيمة من القرآن العظيم، في كلمة أثبتوا في هذه الآية المباركة لنا جهتان. الجهة الأولى، لماذا الأمر بالثبات؟ هذه الجهة قبل فترة تحدثنا بعض الشيء عنها. الجهة الثانية في هذه الكلمة، في هذا الأمر القرآني، كيف نثبت؟ الجهة الأولى، لماذا نثبت؟ الجهة الثانية، كيف نثبت؟ الثبات له طرق عديدة بل كثيرة حسب ظروف الشخص، حسب الحوادث، حسب القدرات، حسب ظروف الطرف الآخر. كمثال، الطريق الأول للثبات امتثال هذا الأمر القرآني رد الفعل المباشر، هذه طريقة من طرق الثبات. علماء الفيزياء يقولون لكل فعل ردة فعل متساوية له في المقدار، في المقدار يعني في السرعة والقدرة وأمثالها. لكل فعل ردة فعل متساوية له في المقدار، مخالفة له في الاتجاه. طبعا هم تعبيرهم معاكسة له في الاتجاه، تعبير الأدق مخالفة وليست معاكسة. لكل فعل ردة فعل متساوية له في المقدار، مخالفة له في الاتجاه. الفعل ردة هذا الفعل، كيف يكون هذا الرد؟ الرد بنفس المقدار، الفرق الاتجاه مختلف. هو صنع شيئا باتجاهي، أنا أصنع نفس ذلك الشيء باتجاهه، الاتجاه مختلف. شخص جاء، طبعا إذا لقيتم فئة، فئة يعني ماذا؟ يعني فئة منحرفة. طبعا ليس المقصود الفئة المهتدية، الفئة المهتدية ادعمها، ساندها. لا أثبتوا، أثبتوا معنى أنه أثبتوا في مقابلهم، هناك فئة منحرفة. إذا لقيتم فئة منحرفة يلزم عليكم الثبات. الثبات إحدى طرق الثبات رد الفعل المباشر. رد الفعل المباشر يعني ماذا؟ يعني هو جاء بمنطق، اذهب له بالمنطق.
هو رفع سلاحا بوجهك، ارفع سلاحا بوجهه. هو سبك، أنت سبه. هو طعن في مقدساتك، أنت أطعن في مقدساته. هذا رد الفعل المباشر. ما صنعه معك اصنع نفس ذلك الشيء، ولكن الاتجاه مختلف، اتجاه الشخص المعتدي. هذا التصرف تصرف طبيعي عقلائي شرعي، تصرف عقلائي. كل عقلاء العالم يقرون هذا الحق للإنسان، هذه من الحقوق البديهية، بل من أبده الحقوق لكل إنسان، أن يرد الفعل بردة فعل مشابهة لذلك الفعل باتجاه الطرف. أحد من العقلاء لا ينكر هذا الحق لأي إنسان. شخص يرفع سلاحا بوجهك، يرفع سلاحا بوجهه، هذا من حقك، حق عقلائي واضح بديهي. أيضا هو حق شرعي بنص القرآن الكريم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل هذا المقدار. الاتجاه عليه، هو اعتدى عليكم، الاتجاه كان اتجاه نحوكم، نفس ذلك العمل عمله معه. حق عقلائي بديهي وحق شرعي أيضا، الإسلام أيضا يقر هذا الحق بنص القرآن الكريم. أحد الفقهاء الكبار الماضين رضوان الله تعالى عليه ينقل عنه بالنسبة إلى هذه الآية المباركة، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، كان يقول القرآن الكريم لماذا استخدم كلمة فاعتدوا، مادة الاعتداء. المفسرون يقولون هذا من باب الجناس، ذاك اعتداء، الله عز وجل سمى هذا الشيء أيضا اعتداء، هذا جناس، لا ننكر ذلك. ولكن هذا الفقيه الكبير كان يقول، حسب ما ينقل عنه، كان يقول لا، القضية لا تختصر على كون استعمال الكلمة للجناس، لا، القضية أن الله سبحانه وتعالى كأنه يقول هذا الفعل الذي تفعله أنت هو اعتداء، ولكنه اعتداء مبرر. ليست القضية أن هذا ليس اعتداء، هو اعتداء، أنت تسب شخصا هذا اعتداء، ولكن لأنه بدأ بالسب هذا الاعتداء يكون مأمورا به في القرآن الكريم. ليس أنه هذا لا يسمى اعتداء، لا، هو اعتداء حقيقة، يعني ليس فقط من باب الجناس، لأن ذلك الطرف كلمة الاعتداء استخدمت فيه، في هذا الطرف أيضا استخدمت الجناس، معنى هذا لمقابلة تلك الكلمة الإنسان يأتي بكلمة مشابهة، هذا معنى الجناس، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لأن ذاك اعتداء هذا أيضا سمي اعتداء. لا، القضية لا تقتصر على هذا الحد، إنما هو بالفعل اعتداء، هو اعتداء، ولكن اعتداء مبرر، اعتداء مشروع، اعتداء عقلائي شرعي. سابقا ما كانت حمامات لغسل الجسم في البيوت، عادة الحمامات كانت خارج البيت، من التجارات المربحة سابقا كانت هذه الحمامات التي الناس كانوا يذهبون إليها لغسل أجسامهم. ينقل أنه في حمام من الحمامات، صاحب هذا الحمام كان قد هيئ أجواء جيدة، خدمات جيدة في هذا الحمام، الناس كانوا يتوجهون إلى هذا الحمام لغسل أجسامهم بين فترة وأخرى. فبعد فترة شكى حاله صاحب الحمام، شكى حاله إلى أحد أصدقائه أنه يوجد هناك مجنون بين فترة وأخرى يدخل إلى هذا الحمام، مجنون مؤذي، ينفر الناس، يؤذي الناس. فشيئا فشيئا بدأت أفقد بعض زبائني، هذا حمام يدخل فيه مجنون ويؤذي الناس، صاروا يذهبون إلى حمامات ثانية.
ذلك الصديق قال له متى ما جاء هذا المجنون أخبرني فورا. بعد أيام أخبره أن هذا المجنون الآن جاء. الشخص ذهب أخذ فوطة جعلها في الماء، فوطة مبللة تصبح ثقيلة عادة، ثم دخل إلى الحمام وهو يعربد هذا الصديق، وتوجه إلى ذلك المجنون ومن دون مقدمات من دون كلام صار يضرب بهذه الفوطة المبللة على وجهه على ظهره على بطنه، أراد أن يتكلم ضربه على الأرض، ضربه ضربات شديدة فهرب المجنون. قالوا للمجنون أين تذهب؟ قال يوجد مجنون في الحمام. القضية أن هذا الضرب ضرب الإنسان يضرب شخصا مجنونا هذا شيء صحيح؟ لا، هذا اعتداء، ولكن المجنون الذي يؤذي الناس يلزم أن يضرب. هذا الاعتداء اعتداء مبرر، هو اعتداء حسب تفسير ذلك العالم الفقيه، هذا اعتداء ولكن اعتداء مبرر. هذا مجنون يؤذي الناس يلزم أن يضرب هكذا ضربة حتى يتصور أنه مجنون في الحمام. الآية القرآنية تقول فمن اعتدى عليكم أجيبوه بالإحسان، أجيبوه بالمنطق، لا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا الأمر اعتدوا أمر في توهم الحاضر أو أمر وجوبي أيا كان، الآن لست بصدد هذا الشيء، هذه ردة فعل مشروعة عقلائيا واضحة شرعا أيضا. الشرع أقر ردة الفعل بالطريقة المباشرة، هذه الطريقة الأولى من طرق الثبات، فاثبتوا إحدى الطرق رد الفعل المباشر. الطريقة الثانية رد الفعل الإيجابي. رد الفعل الإيجابي يعني هو يعمل عملا، أنت بظاهرك تعمل عملا آخر، ليس هذا العمل بظاهره تجاه ذلك الطرف ولكن هو في الواقع تجاه ذلك الطرف، هو عمل مستقل بظاهره. هذا الرد أيضا رد مبرر مشروع، مشروعية هذا الرد واضحة بديهية أصلا، إنه عمل إيجابي أنت تعمله، أنت تعمل عملا مستقلا، في الواقع هذا العمل رد عليه، هو يدرك أو لا يدرك. وأحيانا الرد الإيجابي يكون آلم، يكون أوجع لذلك الطرف من الرد السلبي، من رد الفعل المباشر. اعمل عملا معينا، هو هذا رد له، هو هذا ثبات. القضايا في هذا المجال كثيرة، لعلي قبل فترة نقلت لكم هذه القضية، قضية أحد المؤمنين، ولكن عاهدت الله سبحانه وتعالى أن أطبع لعله 5000 نسخة 10000 الآن لا أتذكر العدد من هذا الكتاب وأوزع هذه النسخ على الناس. ردت فعل هذا التصرف، وبالفعل بعد فترة طبع الكمية التي كان قد عاهد الله سبحانه وتعالى بها، ولعله كتب في مقدمة الطبعة أن هذه الطبعة كانت بسبب القضية الكذائية، ذكرت القضية في مقدمة الطبعة. هذا التصرف كيف يكون؟ هذا التصرف رد فعل ولكن رد فعل إيجابي. أنت تطبع كتابا، ما قلت له أنا طبعت هذا الكتاب ردا عليك، في المقدمة كتبت، ولكن هو عمل إيجابي. العمل الإيجابي يكون أحيانا لمن يدرك، للعدو الذي يدرك، العمل الإيجابي أحيانا يكون آلم، يكون أوجع، يكون أقوى تأثيرا. طريقة من طرق الثبات، الثبات أحيانا يكون بطريقة إيجابية. كان هناك شخص منحرف ينكر بعض مقامات الصديقة الكبرى صلوات الله عليها ومظلومية الصديقة الكبرى صلوات الله عليها. أحد الفقهاء انبرى كتب موسوعة من 7 مجلدات في الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، موسوعة معينة هذه
شكل الكتاب كتاب معين عن الصديقة الكبرى، ردا على ذلك الشخص. في الكتاب ما مكتوب أن هذا الكتاب رد على ذلك الشخص، ولكن هو أيضا أدرك، وكان قد قال في بعض المجالس ذلك الشخص المنحرف أن فلان كتب الكتاب ضدي، في الكتاب كتاب عن الصديقة الكبرى صلوات الله عليها. هذا رد فعل، ولكن رد فعل رد إيجابي. الرد الإيجابي أحيانا يكون آلم أقوى تأثيرا أحيانا. هذه طريقة ثانية. طريقة ثالثة، قيراط من الوقاية خير من قنطار من العلاج. القيراط كم هو؟ القيراط خمس الغرام، يعني كل غرام خمسة قراريط. القنطار كم هو؟ نعم، قريب 250 كيلو تقريبا، تقريبا 250 كيلو يعني 250 ألف غرام، كل غرام خمس قراريط، يعني أكثر من مليون، مليون و 250 تقريبا، أكثر من مليون قيراط. القنطار أكثر من مليون قيراط. في المثل قيراط وقاية خير من قنطار علاج. الوقاية جدا مهمة. عندما أرى فعلا أفكر كيف أرد هذا الفعل، لا، اسبق الحوادث قبل أن يصنع هذا الفعل. أنت خذ حذرك. القرآن الكريم أصدق من هذا المثل طبعا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إعداد، الإعداد قبل الشيء يكون. بعد أن وقعت في المشكلة هذا ليس لا يسمى إعدادا. أعدوا لهم، الإعداد المسبق، القدرات إذا اجتمعت. إخواني كثير من القضايا، هذه الكلمة خذوها وفكروا فيها، هذه ليست كلمتي، كلمة علماء كبار. كثير من القضايا أنت لا تتمكن أن تفعلها، أنا لا أتمكن أن أفعلها، القائد يتمكن أن يفعل. أنا لا أتمكن أن أدخل في كل حرب، قدراتي لا تسمح. أما إذا قدراتي كانت ضمن قدرات القائد، إذا قطرتي صارت ضمن بحر، هذا البحر من الممكن أن يشكل تسونامي في ضد الطرف الآخر. الطرف الآخر يخاف، أنا لا أتمكن أن أشكل تسونامي، أنا أتمكن أن أكون قطرة في بحر يشكل تسونامي. قدراتنا للأسف الشديد، نحن قدراتنا ما اجتمعت في القادة، ما جعلنا قدراتنا للقادة، كل في مجاله. صاحب المال ما جعل ماله ضمن أموال القادة، صاحب العلم ما جعل علمه ضمن قدرات القادة، الشخص الدبلوماسي ما جعل دبلوماسيته ضمن هذا البحر، الإعلامي ما جعل إعلامه ضمن هذا البحر. بالطبع القادة الذين لا يمتلكون، أقصد من القادة، القادة الحكماء، القادة الأتقياء، القادة الذين انبروا للمجابهة. إذا كان لا يتمكن، لا يمتلك القائد القدرات، لا يتمكن في وقت الحاجة أن يصنع شيئا. المجدد الشيرازي الكبير برسالة لعلها من سطرين أوقف قتل الشيعة في أفغانستان، كيف تمكن؟ شخص عالم قصير القامة حسب ما ينقلون، المجدد الشيرازي كانت جثته جثة صغيرة حسب ما ينقل، المجدد الكبير الشيرازي جثة صغيرة، عالم جالس في زاوية في مدينة سامراء. مدينة سامراء آنذاك قرية كبيرة، ما كانت مدينة، جالس في قرية في زاوية من العراق، كتب رسالة لعلها من سطرين، رسالة مختصرة جدا، إلى حاكم أفغانستان الطاغي الإرهابي، كان اسمه شاه عبد الرحمن، حاكم إرهابي قتل من الشيعة من قتل، مئات آلاف بطرق مفجعة جدا، طالبان وأمثال طالبان امتداد أولئك،
قبل أكثر من 100 عام. قتل من الشيعة، سفك دماء، قرى أنهاها أبادها كليا، قرى شيعية أبادها، رجالا نساء أطفالا رضعا. جرائم، جرائم شيخ عبد الرحمن، جرائم عجيبة. المجدد الشيرازي كتب رسالة إليه من سطرين: توقف قتل الشيعة في أفغانستان فورا. كيف تمكن؟ لأن القدرات كانت مجتمعة عنده، يتمكن أن يحرك خيوطه. كتب رسالة أوقف قتل الشيعة خلاص، لأنه شيخ عبد الرحمن يدرك البشر لا يعيشون حياة الإنسانية، يعيشون حياة الغابة. وآية السيف تمحو آية القلم، هذا وضع البشر. آية السيف، آية السيف كانت موجودة، هو شخص عادي، عالم، فقيه كبير، جالس في زاوية في العراق يكتب رسالة مختصرة. شيخ عبد الرحمن يدرك، يدرك قدراته المجتمعة عنده، يتمكن بفتوى واحدة أن ينهي وجود شيخ عبد الرحمن في أفغانستان. يتأدب. هذا الشيء، هذا الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جمع قدراتنا في بحر. البحر يتمكن أن يشكل تسونامي، قطرة لا تتمكن أن تشكل تسونامي، مستحيل. القطرة لا ترعب، البحر يرعب. هذا ثالثا، كيف نثبت؟ الثبات كيف يكون؟ فاثبتوا كيف. إحدى طرق الثبات الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. رابعا، أخيرا، هذه نقطة جدا جدا مهمة، وكثير من المؤمنين وغير المؤمنين لا يدركون هذه النقطة. أن تقرر طريقة الثبات لا عدوك، لا تسمح لعدوك أن يقرر، أن تقرر. أنت حارب جابه في الساحة التي تريدها أنت، لا الساحة التي يريدها عدوك. أنت ضعيف في القتال في الجبال، لا تقاتل عدوك في الجبال، هو يريد أن يجرك إلى الجبال لأنه قوي في الجبال، في القتال في الجبال، كمثال أقول، مثال حربي، لا تقاتله في الجبال، اسحبه إلى ساحة ثانية، قاتله في الساحة التي تتمكن أنت. الساحة التي تختارها حسب 3 أشياء: حسب ظروفك، حسب قدراتك، الأهم منهما حسب هدفك. ما الذي تريد أنت؟ حارب جابه فاثبتوا في الساحة التي هو يريد، لا ليس بالضرورة، هو يريد أن يجرك إلى ساحة معينة، أنت يلزم أن تنجر إلى هذه الساحة، لا، على أبواب استشهاد الصديق الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. في الرواية الثالثة، أعداء أمير المؤمنين، أعداء الصديق الكبرى، كانوا يريدون أن يجروا أهل البيت صلوات الله عليهم إلى الساحة التي يريدون أن يقاتلوا فيها. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في تلك الساحة مقيد. يريدون أن يجروا أمير المؤمنين إلى رفع السلاح، أمير المؤمنين مقيد، رسول الله قيده، أمر الله سبحانه وتعالى قيده. وجدت أعوانا قم بالأمر، ما وجدت أعوانا أتركه. أمير المؤمنين يحتاج إلى أعوان؟ ما تحتاج أمير المؤمنين إلى أعوان في الحروب. من كان يلتجئ إلى من؟ أمير المؤمنين كان يلتجئ إلى أحد؟ أم أصحابه الأبطال من أصحابه كانوا يلتجئون إليه؟ لا، القضية ليست قضية حاجة بمقدار ما هي قضية أمر، أمر من الله عز وجل.
أمير المؤمنين هو يتمكن أن يقاتل، لا يحتاج إلى أحد. أمير المؤمنين لا يتمكن أحد أن يقتله إلا غدرا، هو يصلي قتل، ولكن أمر من الله، وسيبقى هذا الوضع إلى أن الإمام أرواح العالمين له الفداء يجد أقوانا. عند ذلك لا حاجة للإمام صلوات الله عليه، إنما الناس هناك يستحقون أن يقوم لهم إمام زمانهم. أرواح العالمين له الفداء. وجدت أعوانا قوم، ما وجدت أعوانا أتركهم. هم الأعداء كانوا يريدون أن يجروا أمير المؤمنين إلى هذه الساحة، هذه الساحة التي أمير المؤمنين مقيد فيها، قيدته وصية من أخيه، حملته ما ليس بالمقدور. تحمل أمير المؤمنين. ماذا صنع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ من جر إلى هذه الساحة؟ هو جرهم إلى الساحة التي هو يريد. الصديقة الكبرى صلوات الله عليها جرتهم إلى الساعة التي هي تريد، ساحة البيان. حاربوا في تلك الساحة. القدرات كلها كانت مجتمعة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لا، ما كان المفروض عليهم أن يستخدموا تلك القدرات. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء عندهم. مرة شرحت لكم قوله تعالى في سورة الحمد: صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم حذف المتعلق يفيد العموم، يعني بكل النعم، يعني كل النعم كانت موجودة عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. القضية ليست أنهم ما كانوا يتمكنون، ولكن تلك القدرات ما كان أن يستخدموا تلك القدرات إلا لظروف خاصة يعرفونها، كما أنه بالفعل الصديقة الكبرى صلوات الله عليها مرة استخدمت هذه القدرة عندما أخذوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ذهبت الصديقة الكبرى صلوات الله عليها خلفهم، رأت السيف مسلطا على رأس أمير المؤمنين، نحن نسمع الكلمة هذه. القضية ما كانت قضية سيف مسلط على رأس أمير المؤمنين. الصديقة الكبرى من أهل البيت، تعرف ما في النوايا، تعرف هدفهم وقصدهم. القضية كانت قتل أمير المؤمنين، ليس مجرد تهديد لأمير المؤمنين. سيف مرفوع على رأس أمير المؤمنين هذا فقط تهديد كان؟ لا، هموا بقتل أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين أوشك لحظات ويقتل. هنا الصديقة الكبرى صلوات الله عليها استخدمت ذلك تلك القوة. قالت: لأكشف بالدعاء رأسي، أو لأكشف رأسي وأدعو الله عليكم. ارتفعت جدران المسجد، آثار العذاب ظهرت. قتل أمير المؤمنين في ذلك اليوم يعني نسف الإسلام من جذوره، نهاية الإسلام. هنا الصديقة الكبرى استخدمت هذه القوة. الصديقة الكبرى ما استخدمت هذه القدرات لنفسها والمصائب التي جرت عليها. هناك كلمات جدا جدا مؤلمة في الروايات الشريفة. حقا تقطع قلوب المؤمنين. كلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذكر بعض ما يجري على ابنته الصديقة الكبرى، يقول صلى الله عليه وآله: كأني بها وقد دخل الذل بيتها. كلمة جدا مؤلمة، هي عزيزة الله، عزيزة الخلائق، هي أعز مخلوق خلقه الله. هؤلاء العبارة عبارة ذل.
ولولا أن هذه الكلمة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتجرأ الإنسان أن ينطق بها أصلا تجاه أهل البيت. في كل تلك المصائب الصعبة الصديقة الكبرى صلوات الله عليها ما استخدمت تلك القدرات. عندما الزهراء سلام الله عليها ما رجعت إلى الدار إلا ومعها أمير المؤمنين صلوات الله عليها، فلما رجع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام توجه إليها قال مضمون الرواية الشريفة، قال لها كيف أصبحت ابنة رسول الله؟ قالت يا أبا الحسن إن كنت بخير فأنا بخير، أن تكون بخير لا بأس، ما يجري عليها الصديقة الكبرى تحملتها، ولكن هذا الموقف لا، استخدمت تلك القدرات. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما كان القدرات كانت موجودة عندهم، ولكن هم يعرفون المصالح والمفاسد. الذي سيقوم بالسيف ويقتل هو الإمام الحسين، هذا ليس دورا للإمام المجتبى، وليس دورا للصديقة الكبرى، وليس دورا للأمير المؤمنين صلوات الله عليهم. هؤلاء يلزم أن يقاتلوا ويجابهوا في ساحات ثانية. أمير المؤمنين اختار 25 سنة كان جالسا في الدار، اختار ساحة ثانية ليست الساحة التي العدو يريد. خلاصة هذه النقطة، وهي نقطة مهمة في كلمة واحدة في القرآن الكريم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة، الحكمة تقتضي أحيانا أن تسب من سبك، وتقتضي أحيانا أن لا تسبه. الحكمة تقتضي أن تجابه أحيانا برد الفعل المباشر، أحيانا تقتضي أن تجابه برد الفعل الإيجابي، أحيانا يقتضي الأمر أن تجابه في ساحة ثانية. مقتضى الحكمة بعض الناس، لا كثير من الناس ومنهم المؤمنون، ينطلقون من منطلق العواطف. هذا غلط، العواطف البعيدة عن العقلانية، العواطف المؤطرة بالعقلانية، هذه العواطف صحيحة. انطلق بالعواطف، من منطلق العواطف المؤطرة بالعقلانية، المؤطرة بالحكمة. ما هو مقتضى الحكمة؟ مختلف من شخص لشخص، مختلف من ظرف لظرف، مختلف من الطرف الآخر إلى طرف آخر، مختلف. كل هذه تحدد مقتضى الحكمة. أحيانا طريقة ذلك الشخص مع المجنون، هذه مقتضى الحكمة. أحيانا لا، اصبر. كم أمر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالصبر، وأتباع أهل البيت الفقهاء الكبار كم أمروا بالصبر؟ لماذا يأمرون بالصبر؟ غير ساحة من ساحة إلى ساحة، من وقت إلى وقت. إذا صارت عندكم فرصة اقرأوا ولو شيئا قليلا عن ثورة العشرين. ثورة العشرين ثورة عجيبة حقيقة كانت. الميرزا محمد تقي الشيرازي سنوات ما أفتى بالجهاد، تعلمون؟ في السنة الأخيرة من حياته أفتى بالجهاد. ثورة العشرين كانت في السنة الأخيرة من حياته، سنوات ما كان يفتي بالجهاد. لماذا؟ لماذا كان يؤجل؟ الوضع نفس الوضع، الاستعمار نفس الاستعمار، أمامه أقوى قوة على وجه الكرة الأرضية آنذاك. الآن بريطانيا أصبحت دولة عادية، في ذلك الوقت أكبر إمبراطورية على وجه الأرض كانت بريطانيا. انتظر انتظر انتظر، سنة 1338 هجرية أفتى بالجهاد، قبل لعله أقل من سنة من وفاتي. لماذا؟ مذكور لماذا؟ أنا لا أريد أن أشير إلى هذه النقاط، نقاط عجيبة ودقيقة. مقتضى الحكمة الآن، أصبر أصبر أصبر. قضية المجلد الشيرازي التي نقلتها لكم، قضية شاه عبد الرحمن في أفغانستان، المجدد الشيرازي ما كتب الرسالة فورا، بعد قضية التنباك كتب له الرسالة، كان قبل يتمكن، وكانوا يقولون له أنت المرجع المقتدر، أوقف قتل الشيعة في أفغانستان. كان ما يكتب، ما كتب ولا رسالة ولا كلمة إلى شاه عبد الرحمن.
بعد قضية التبرك عندما ظهرت القدرة عند ذلك لا يحتاج إلى قتال، بدون قتال يتمكن أن يوقف القتل للشيعة في أفغانستان برسالك. مقتضى الحكمة أن تؤخر، أن تؤجل أحيانا. من قبل ذلك كان يتمكن أن يفتي، وبالفعل شاه عبد الرحمن كان ينسف، ولكن كانت تحصل دماء، قاتل كبير، قتال كان يصير، بدون قتال أوقف، صبر، تحمل. مقتضى الحكمة ما هي؟ ما هو هذا مهم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة كلام ثاني، بالحكمة، أول شيء بالحكمة. على أبواب الذكرى المفجعة، بناء على الرواية الثالثة والأخيرة في الروايات، هناك أقوال أخرى أيضا موجودة ولكن ليست في الروايات الشريفة، لعل هذه الرواية الأخيرة الثالثة في الذكرى المفجعة لاستشهاد سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها. دقائق. هناك أبيات باللغة الفارسية أقرأها وأترجمها، لعل البعض يعرف اللغة الفارسية. الشاعر يخاطب الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء، يقول: خون رخسار رسول دسرا، فرق بشکافته شیر خدا، ناله های شب تار زهرا، پرچم سرخ شه کرب و بلا، همه گویند بیا مهدی جان، بشنو ناله ما مهدی جان. يقول: الدماء التي جرت على وجه رسول الله، وهامة أمير المؤمنين التي فلقت بالسيف، وآهات الصديق الكبرى سيدة النساء، وكبد الإمام المجتبى، والراية الحمراء لسيد الشهداء التي تحكي عاشوراء، كلها تناديك يا بقية الله، كلها تقول أقبل يا حجة الله، كلها تقول عجل يا صاحب الأمر. اللهم بمظلومية فاطمة الزهراء، إلهنا بضلعها، باحمرار عينها، إلهنا بدماء سيد الشهداء، بقلب الحسين، بأضلاع الحسين، إلهنا بمظلومية سيد الشهداء، بغربة الإمام الحسين. اللهم عجل فرج المنتقم لهم، اللهم عجل فرج وليهم، اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا من خيرة أنصاره وخدامه وعبيده، اللهم اجعلنا من الطالبين بثار فاطمة تحت راية وليها المهدي من آل محمد.